انت بتنشري وبتنباعي بالمصاري؟ اشهر يعني ما بنشرى ولا بنباع. انت ما بتنشري وما لا ما بنشرى وما بنباع. انا مين اشترانا ومين بيعنا؟ انت هلا لما تطلعي تهوبري وتصرخي وتعيطي وتسبسبي على الهوا هيدا ما اسمه ما في حدا قايل لك خدي هاي قرشين اطلعي بهدنا. لا اكيد لا. أنا مرة انظلمت وطالع على سبسب. يعني هلا إذا أنا عطيتك هيدول الدول خديهم. لشو؟ أوكي، هلا إذا حدا عطاكي هيدا المبلغ 300 دولار افترضنا. ما بتطلعي بتسبي حدا؟ لا، في كثير ناس طلبوا مني إنه السب، ما قبلتش. خلينا نروح نبلش أنا وفدوات، وبعرف قد إيه في عالم عم تنتقد بهيدي اللحظة الحلقة لأنه أنا مستقبل فدوات، بس أنتوا عملتوها لفدوات، أنتوا جبتوها، أنتوا اللي حطيتوها على السوشيال ميديا، فدوات. مين انت ومين مفكرة حالي؟ خلينا نشوف. مين انت فدوات؟ اذا بدي بلش وعرف الناس على اللي انا بعرفه او اللي انا شايفه، انت حدا فجأة طلع على السوشيال ميديا، فجأة شفناك كنت مرة تعترتي بحياتك، انزليتي، انكبيتي على الطريق، من بعدها صرنا نسمع مسباتك، قلة ادب بالحكي بالالفاظ. بعرف انه انت امرأة محجبة بتصلي، بعرف انك مرأة متزوجة، بعرف انه عندك اولاد، بعرف انه عايشة كآبة، عايشة حياة فيها اذلال، ما معك مصاري، هذا اللي بنعرفه عنك. بتطلعي كل فترة لفترة اذا بدك تطلعي بتشرشحي على السوشيال ميديا، لانه ما في لا حسيب ولا رقيب على السوشيال ميديا، لانه لو في حسيب ورقيب انت اليوم اكيد 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 لازم تنحبسي. أنا؟ أكيد، لأنه المسبات، البهدلات، قلة الأدب اللي بتنحكى على الهواء على السوشيال ميديا. أنا بدي انحبس؟ أكيد بدك تنحبس. اللي شرشحني بده ينحبس، اللي خلاني أنا عم بتبهدل هو اللي لازم يفوت على الحبس مش أنا. أنت مين؟ مين أنا؟ ولا حدا. أنا مرة مجوزة ومطلقة، خط عباس سمرة منصور. إيه وزتولي أولادي بالداخلة، رئيس بلدية صر والشيخ حسن عبد الله. زتولي هني بدار اليتام. أنت مين؟ ولا حدا. أنا يعني فدوات، مرة عادية مثل النسوان. ليه انزعجت لما قلت أنت ماشي؟ أنا لا، اللي بدي انزعج لما أنا قلت مقدمتي، قلت لي الله لا يوفقك. على شو؟ هلأ بالمقدمة لما قلت أنت ماشي. إيه؟ ليه انزعجتي؟ لا أنت عم بتقول، قلت لي أنا بالنسبة لي أنا فدوات ولا شيء. بالنسبة لك أنت؟ بالنسبة لي ماشي. أنت شو؟ لك ولا حدا عامل لك. أنا مرة عادية. شو أنا مين؟ شو يعني مرة عادية؟ مرة عادية، مرة انظلمت بهالحياة، طلع سام. انظلمت طلعت سبة؟ ايه. طيب خلينا نروح. مش دولة تاخد لي حقي، حتى الدولة دعمتهم. برأيك لو عنا دولة ما كانوا حبسوك؟ بدي حبسوني ليه؟ ايه. عم قلك يا زلمة، قالي طالعة انظلمت طالعة سبة، بتقلي حبسوك؟ قال انك عم تسبي. ليه؟